حل مواعدكم مشاهدينا مع ايت سمارت، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا كيف نتجنب انه نتناول الحلويات. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. بتتذكري بهديك الاسبوع حكينا عن قديش مضر تناول الحلويات ومضر تناول السكر، وقلنا انه حددنا قديش الكميه اللي هي ماكسيموم في واحد يتناولها. طيب اللي بحب كثير هالحلويات، هل في طرق نقدر نعملها لنتجنبهم؟ بس فينا نذكر بمسابقه بيري لايت اليوم. نحن مضبوط، لانه بكره عندنا رابح، فخلي المشاهدين يكونوا اكثر عم يتفاعلوا مع هالمسابقه. نحن كان سؤالنا اي في كوليسترول اكثر، هل هو بوزه الشوكولا او الفانيلا؟ ذكر انه انت قلتي بوزه الشوكولا، وبكره رح نعرف نحن اي بوزه فيها اكثر كوليسترول. طبعا المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر. بس هيدا الشيء يمكن مش مزبوط. انا هيك ايه، هيدا جوابك، اعطيت رايي، هيدا رايك، يمكن يوافقوك الراي ويمكن لا. اكيد ذكر المشاهدين فيهم كمان يشوفوني على الانستا رندا دنيا فهد، كمان على الانستغرام. هلا خبريتي لها علاقه، مشان هيك رح بلش فيها مع انه وقتنا اليوم ضيق، لها علاقه بالسكر. طيب نحن عم نقول كثير عم نعلن انه بدنا نتحاشى الاكثار من السكر، حكينا قديش هو مضر، ولكن عم نسمع بهالايام على سكر جوز الهند. فاذا جوز الهند عم نسمع قديش هو مهم كفاكهه، قديش هو مهم كحليب جوز الهند، قديش هو مهم كزيت، قديش هو مهم كمان كمي اللي بقلبه، وعم نسمع اهميته كسكر جوز الهند. هلا اللي بدنا نعرفه انه سكر جوز الهند هو ما بيجي من الفواكه بحد ذاتها، هو بيجي من الشجره. فإذا من قلب الشجرة، اللي هي الشجرة بتكون عم تصنع الأكل اللي هي رح تستفيد منه لا تنمى، هيدا هو بينسحب، وهيدا هو سكر جوز الهند. فإذا وقت ينسحب هون بينغلى، إذا انغلى بصير قطر، وإذا تحول لكريستالات حبيبات بنشوفه مثل حبيبات اللي نحن بنعرفها كسكر. صح. بالاجمال اذا لونه نحن... اسمر كمان. فيري جود. فاذا حدا بيعرفه، فاذا اذا نحن طلعنا انا بستعمله نعم، رح نلاقي انه لونه هو اسمر مثل البراون شوجر، يعني صح. لونه لانه هو منه مكرر. طيب ليش عم تستعملي وليش نحن؟ هل هو في حسنات اكثر من غيره؟ اذا انا بدي احكي عن المعادن، بنقرا ما في كثير ارتكلز، ولكن الارتكلز اللي بنقراهم بنلاقي انه في معادن اللي مثل هن الحديد، الزنك، كمان هن من اكثر المعادن اللي موجودين فيه، ولكن الكميه اللي بتنقال انه ايه انتم اذا بتاخذوه رح تقدروا تاخذوا 2 ملي جرام من الزنك اما الحديد. بنقول هيدي كميه لا باس بها، بس انت قديش بدك تاكلي لتحصلي على 2 ملي جرام؟ بدك تاكلي 25 ملعقه صغيره منه. و25 ملعقه للانسان رح ياكلها لانه كثير كثير هيدا، وصحيا ما بتقعد منيحه. فاذا وقتها بدي استعمله كمعدن قديش عم يعطيني؟ 25 2 ملي جرام من الحديد، اما الزنك نقدر نلاقيهم 60 جرام من الدجاج. فإذا أكيد أحسن لي آكل 60 جرام من الدجاج من إني آكل كل هالكمية، فإذا أنا ما بدي استعمله كمعادن لإله. من الناحية الثانية لا، بنلاحظ إنه هو في الجلايسيميك إندكس، يعني قديش على السكر بالدم هو كثير قليل، يعني مقارنة بالكينوا بيعلي السكر بالدم أقل من ما الكينوا بيعلي السكر بالدم. فإذا هيدي شغلة منيحة لمريض السكري أو التايب 2. مزبوط، لمريض السكري. في شغلة ثانية، طب هو ليش الجلايسيميك اندكس تبعوله واطي؟ لأنه هو بيحتوي مادة الإنولين. الإنولين المادة اللي بنشوفها بالثوم، بالبصل، بالهليون، اللي هي المادة اللي كمان ما بتخلي الجسم إنه يمتص السكر بسرعة من ميل، ومن ميل هي المادة اللي هي بري بايوتيك، اللي هي بتخلي بروبايوتكس، أما البكتيريا جيدة تنمى بالجسم. فإذا هو عم يخلي هيدي البكتيريا جيدة تنمى من ميل، ومن ميل فإذا يعني مقارنة بشو؟ بالسكر العادي. اكزاكتلي. له فوائد، دونك نستعمله يمكن احسن من السكر العادي. فاذا اذا انا بدي استعمله بدل السكر العادي اكيد هو احسن، ولكن هو منه ماده بستعملها بدل الاكل. في كالوري اكيد، كالوري زيتون. كالوري زيتون، الوحدات الحراريه فاذا هي زيتها، ما بيعطي بالنسبه للمعادن، ما راح احسب له حسابه، ولكن في احسب له حسابه بالنسبه لقديش على السكر بالدم وقديش عم يعطي بكتيريا جيده.
عنا وقت نكمل؟ ايه عنا وقت. اوكي. فإذا هون خبريتي اجت بنطاق السكر اللي بدنا نحكي عنه اليوم. طيب اليوم قلنا انه السكر الحدود اللي ما بدنا نتحدي بدنا نتعدي هو 6 ملاعق صغار بالنسبه للنساء و9 ملاعق صغار بالنسبه للرجال بالنهار وهيدا الماكسيموم فينا ما ناخذهم ابدا لانه هو سكر مضاف وانسالت كثير على الفيسبوك بيج عندي هل سكر الفواكه بينعد من هالملاعق والجواب اكيد لا جاوبتهم للاشخاص اللي سالوني وبرجع بجاوب هلا لا سكر الفواكه هو السكر الطبيعي انا هون عم بحكي عن السكر اللي نحن بنضيفه على اكلنا الابيض والابيض وغيره اللي ذكرناهم قبل بمره كل شيء فيه ديكستروز لانه فيه اوز كل شيء فيه الاجاف العسل الى اخره طيب رح اعطي 2 minutes رندا يمكن بكره انا وعم حضر السموذي اللي فيه بروتين رح كمل شوي عنهم ولكن رح اعطي شغله وحده انه نحن اهم شيء لنتحاشى السكر ما بدنا نكون جوعانين هلا نحن الجوع بحاجه لانه ناكل فيه ليعطي طاقه وقت يجي عبالنا هلا يجي عبالنا هي شغله غير الجوع يجي عبالنا اسمها كريفينج هيدي مش هي مش رح تعطي طاقه هيدي هي رح تعطي ساتسفاكشن اما للدماغ. رح تعطي للدماغ انه الدوبامين بيعلى هنيك لانه هو مرتاح فنحن لازم نفرق بيناتهم هلا اذا واحد جوعان وجاي عباله صارت مصيبه اكثر لانه بصير ما بيقدر ياخذ قراره فاذا اهم شيء نحن هون انه نكون عم نعمل ساتسفاكشن نكفي جوعنا فاذا اذا انا جوعانه لازم اكل اكل وبعد ما نحن ناكل الاكل ساعتها بنشوف بعد جاي عبالنا الحلو اوكي ساعتها بنتناول الحلو وقت بدي تنتبهون انه الكميه بتقل كثير وقتها نحن اكلنا وبعدين حلو فاذا بدكم توعدوني شيء اليوم هو اذا جاي عبالنا الحلو ناكله دغري بعد الغداء او بعد الترويقه نكون ونحن جوعانين خلينا ناكل وبعدين نقرر اذا بدنا ناخذ الحلو حلو ولا لا فهيدا هي نصيحه اليوم هلا بكره رح نعطي نصايح كثير اكثر ونكون عم نتبعها هن 3 نصايح هن اساسيه ومن بعدها فينا كل واحد يتبع النصايح اللي هو بيرتاح لها ليتحاشى السكر ثانك يو رندا هلا ادما الله يرضى مشاهدينا واقفين ومنتابع سوا لايف